اسمي محمد الأمين، أنا طالب في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر. نعم، اخترت المجيء هنا في مصر لمواصلة دراستي، وهذا لما أرى فيه التناسب في المجال الدراسي الذي كنت أود أن أستمر فيه دراستي. يعني كان لي فرص كثيرة جدا، ربما نتجه إلى بلاد أخرى أو أستمر، ولكن الأمر متعلق بالمجال الذي نريد أن نتخصص فيه. وكما قلت، اخترت في مجال الترجمة أن أستمر دراستي في مجال الترجمة، وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية. وكما نعرف أيضا، فنحن عندنا جامعات تتوافد إليه الناس من الخارج أيضا، ولكن هذه الجامعات فالدراسة كلها تعتمد على اللغة الفرنسية. والترجمة أيضا، قسم الترجمة هناك أيضا ممكن التركيز يكون في اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية. إذن فرصة كبيرة جدا أن نأتي هنا بعد أن تزودنا في اللغة الفرنسية كما نريد، يعني لم نعد نحتاج أن نأتي هنا لدراسة اللغة الفرنسية. فربما التركيز هنا يكون في اللغة العربية، ومحاولة كيف نحاول أن نجد هذا المجال الذي الترجمة حتى نستطيع أن نتمكن في كلتا اللغتين في هذا المجال. هذا ما دفعني للمجال هنا.